استعراض ومناقشة العديد من ملفات العمل المهمة التي تعكف عليها الحكومة جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث بدأ رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى مشاركة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المؤتمر الدولي المنعقد في البرازيل. أهم شيء طبعا التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ من دعم القضية الفلسطينية ودعم أشقائنا في لبنان، وضرورة التدخل الدولي والمجتمع الدولي كله انه يشارك في ايقاف اطلاق النار اللي موجود وطبعا العدوان اللي موجود على غزة ولبنان، ودي نقطة شديدة الاهمية كان سيادة الرئيس اكد عليها في كلمته. الشيء الاخر اهتمام مصر البالغ بقضية التنمية البشرية، ويمكن سيادته اشار الى التجربة المصرية الرائدة في مشروع حياة كريمة والمشروع العملاق اللي مصر بتنفذه، اللي هو فعلا من اضخم المشروعات على مستوى العالم واللي بيستهدف تحسين جودة الحياة لحوالي 60 مليون مصري. كما تناول المؤتمر الشأن الداخلي للدولة، حيث اشار خلاله رئيس الوزراء الى اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وتطرق الحديث الى اعادة تشغيل شركة النصر للسيارات. وثيقة سياسة ملكية الدولة والفكر بتاع الطروحات هو مش موضوع بيع بقدر ما هو الاستفادة القصوى من أصول الدولة، وعشان كده يعني كان تفكيرنا ورؤيتنا كدولة انه نعيد هذه الشركة للعمل، وان يبقى فيه ضمان استدامة عملها ومتتوقفش تاني من خلال عقود الشراكة اللي بتعملها مع القطاع الخاص. كما اشار مدبولي الى الاشارة الى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير البترول لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين. تم التوجيه ليهم ان احنا نسرع الخطى بحيث ان احنا نصل الى تحويل 250 الف سيارة اللي هي بتعمل للبنزين في السنة، وبالاضافة الى ما يعادل 25 الف سيارة ايضا بتحويل اللي هم السيارات اللي بتعمل بالسولار. فاحنا بنتكلم على حجم ان احنا بنستهدفه يصل الى 275 الف سيارة في السنة الواحدة. كما اشار رئيس الوزراء الى توقيع العديد من الاتفاقيات حول انتاج الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة. ان احنا بنتكلم على 20 مليون متر كمنطقة صناعية ان شاء الله هتبدأ فيها اولى الخطوات باربع مصانع كبار. المصانع دي اتنين منهم معنيين بموضوع تقنية او انتاج الالواح الشمسية وكل مستلزمات انتاج الطاقة الشمسية اللي مصر مندفعة فيها بقوة وبتتحرك فيها، واحنا عندنا مستهدفات الصيف الجاي ان شاء الله ندخل حجم كبير من الطاقة الجديدة والمتجددة. وبالتالي الجزء الاول كان منتجات ومستلزمات انتاج الالواح الطاقة الشمسية، والجزء الاخر بطاريات التخزين، لان دايما كانت مشكلة الطاقة الشمسية بيتقال طب هي بتشتغل بس فترة النهار، طب بعد كده بالليل بتتوقف. فبالتالي التقنيات الجديدة العالمية ان بقت يعني بيتربط مع محطات الطاقة الشمسية محطات بطاريات للتخزين. وحول الملف الاقتصادي اكد رئيس الوزراء انه تم تعديل المستهدفات مع صندوق النقد الدولي، وانه كان هناك تفاهم كبير من الصندوق حول المتطلبات المصرية. نقلنا ليهم طلباتنا في تعديل عدد من المستهدفات بناء على توجيهات فخامة رئيس، وبناء على اللقاء اللي تم مع السيدة مديرة التنفيذية للصندوق أثناء زيارتها. الحقيقة كان هناك نقاشات كثيرة جدا على هذا الموضوع، في كان تفهم واضح من الصندوق لطلبات مصر وإنها طلبات منطقية، والنقطة ان احنا بنعدل المستهدفات ليس فقط لبقية هذا العام، ولكن احنا بنعدلها لنهاية البرنامج بالكامل. كما اشار مدبولي الى افتتاح معرض مصر الدولي لتكنولوجيا المعلومات. احنا بندرب اكتر من 400 الف متدرب سنويا في هذا المجال، وبنأهل شبابنا. بقى عندنا في مصر اكتر من 145 الف متخصص في صناعة التعهيد، ودي صناعة مهمة جدا. بقى لدينا الحقيقة أكتر من 175 شركة متخصصة في هذا المجال، مجال التعهيد، وبتشتغل على مستوى العالم مش بتشتغل على المستوى المحلي فقط. بالإضافة أن بقى عندنا النهاردة أكتر من 11 ألف متخصص في صناعة الإلكترونيات والنظم المدمجة. مصر النهاردة مصنفة من المؤسسات الدولية في الدول التصنيف ألف أو تصنيف A في موضوع تطبيقات الذكاء الصناعي
وان الحكومة المصرية بتدخل في التحول الرقمي، وده شيء جيد جدا واحنا حريصين على الاستمرار في هذا الموضوع. تنوع الموضوعات والملفات التي ناقشها المؤتمر اكد على اهتمام الحكومة بكافة المشروعات التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر. إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والاهتمام بملف الطاقة وغيرها من الملفات الاقتصادية، ملفات هامة تعكف الحكومة على الاستمرار في تنفيذها لتنافس بها عالميا في المجالات التكنولوجية والصناعية لدعم الاقتصاد المصري والمنافسة به عالميا. من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد أبو الحسن، النيل للأخبار.